انا من امبارح مستنيكم عشان اسمع رايكم في موضوع مهم قبل ما نتكلم في كل التفاصيل اللي حصلت النهارده واللي هتحصل بكره وبعده وبعده. فيما يخص بيان النادي الاهلي الثمان بنود، البيان الرزين الذكي اللي اصدره النادي الاهلي، ده رايي عشان مش بقصها رايك. انت شايفه كان بيان ذكي ورزين ولا كنت شايف ان الاهلي كان المفروض يعمل افضل من كده؟ لا انا شايف ان هو بيان محترف وانا دايما بستنى من اداره الاهلي الاحترافيه. فهو بيان انا بالنسبه لي انا كامير انا كان مرضي جدا بالنسبه لي، عارف ان في فئه كبيره جدا من جمهور الاهلي كانوا متوقعين تصعيد، كانوا متوقعين ان يبقى في نبره حد زياده شويه في البيان، لكن انا بالنسبه لي البيان مرضي باستثناء بعض الملاحظات اللي عليه، زي مثلا ملاحظه المؤتمر الصحفي العالمي. ليه المؤتمر الصحفي العالمي يبقى بعد الماتش مش قبل الماتش؟ دي ملاحظه بالنسبه لي. ليه انا بقول كده؟ لان بص احنا شئنا ام ابينا احنا بعيد قوي قوي عن اهتمام العالم. يعني انت بتتكلم عن ان بطوله دوري ابطال افريقيا هي بالنسبه للعالم هم بيبقوا عارفين مين اللي كسب البطل، لكن مش مهتمين خالص باحداث ماتش النهائي، النهائي اتلعب فين؟ مين صعد؟ مين ما صعدش؟ واكبر دليل على كده ازمه 2019 ما بين الوداد والترجي، ان وقتها اتبص ان ده شان داخلي. صحيح. ان روحوا للكاف والكاف هو اللي يقول لكم مين البطل. ممكن اقول لك انا كان عندي نفس التحفظ او نفس التعليق اول ما صدر البيان، وقلت هو ليه ما يبقاش قبل؟ ساعات تفكر مش معلومات بس تفكير او تفسير او تحليل يعني للموقف. ممكن واحد انه الاهلي مش عايز يبقى يخرج الفريق من تركيزه الفتره اللي جايه، فسيبهم بقى يركزوا، مش هنعمل اكتر من كده وسيبهم يركزوا، مش هعمل مؤتمر صحفي والم صحفيين العالم والمواقع والجرايد وشاهد التركيز. الحاجه الثانيه ودي ممكن تبقى الاهم، الاهلي يقول لك افرض مثلا مباراه النهائي دوت حصل فيها اللي حصل، حصل حاجات تغضبني، هروح اعمل مؤتمر صحفي ثاني عالمي؟ طب انا اعمل مؤتمر بقى ايه لو لا قدر الله الاهلي خسر، يبقى اسمي لميت فيه كل حاجه سواء امور تحكيميه او تنظيميه مع الامور اللي بعد كده. طيب هرد على الافتراضيه دي. طيب هو الاهلي عايز يضمن حقه ولا الاهلي عايز يشتكي من اللي هيتعرض له؟ تهيألي الاهلي حاليا وقبل فتره من المباراه عايز يضمن حقه. صح. يعني هو ده الهدف. فالهدف دلوقتي انت هتجيبه ازاي غير ان انت تجذب انظار الاعلام العالمي ليك ان يا جماعه الكاف عمل كذا كذا كذا، ولائحه الكاف هي واضحه جدا ان لازم ملعب محايد. صحيح. فوقتها انت بتجذب انظار العالم بشكل يخوف الكاف او اي مكان الاطراف، علشان مش عايزين نتهم حد باتهامات واحنا هنا قاعدين استوديو في مصر. اي مكان لو كان في نيه مبيته ان يبقى في ترصد بالاهلي او ان يبقى في ظلم للاهلي او في نيه تحكيميه او اي مكان، لا يبقى انت من الاول اهو انت حاطط خلاص النهائي بتاعك او حاطط الماتش تحت انظار العالم. صحيح. انما مش هتدور لو تعرضت. النقطه الثانيه اللي هي نقطه تشتيت الفريق، انا بص انا عندي ثقه كبيره جدا في شخصيه الفريق ده. انا عارف ان احيانا بتبقى الناس متضايقه من اداء، متضايقه من تعامل، لكن كشخصيه لا. واكبر دليل على كده ماتش وفاق سطيف. ناس كتيره ممكن تقول لك الاهلي ما لعبش حلو ضد وفاق سطيف، بس كان المهم ايه؟ ان الاهلي يلعب حلو ولا ان الاهلي يخرج بنتيجه ايجابيه؟ الاهلي مسجل بالظبط، الاهلي مسجل في اول دقيقتين. فالماتش بقى اسهل اكتر ما هو سهل. بعد كده وفاق سطيف لما يرجع بهدفين انت بترجع وبتسجل التعادل علشان تحافظ على رقم، مش لان التعادل ده هو اللي هيأهلك. فانا بالنسبه لي لا طبعا، الجهاز الفني واللاعبين دول مفترض ان هم كسبوا البطوله سنتين ورا بعض، عندهم خبره دوليه كبيره، فلا مش مؤتمر اللي يشتتهم خالص. عظيم جدا.